بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد أغويلة، استشاري جراحة عامة وجراحة مناظير. احنا جينا من طرابلس ليبيا، مشاركين في دورة الليبوسكشن اللي قامتها الجمعية الأمريكية للتدريب الطبي المستمر. الحقيقة كانت الدورة في غاية الأهمية ومفيدة جدا من ناحية العملية ومن ناحية نظرية، ونتمنى في المستقبل أن نشارك في دورات أخرى حتى نتمكن من تطوير مهاراتنا في هذا المجال. وشكرا جزيلا لكل الطاقم اللي استقبلنا واللي أشرف على الدورة، كذلك الأساتذة اللي قاموا بمجهود كبير في سبيل توصيل المعلومة. شكرا جزيلا.